انا عمري ما تخيلت انها موجوده في الدنيا. اه والله اتنين ستات عايشين حياتهم كلها بس عشان ياخذوا حق النسوان الغليبه. من اللي شفناه يعني ما ينفعش نقف ونتفرج على الستات والبنات وهم بيضحك عليهم من الرجاله ونسكت ولا ايه؟ بس انتوا مش خايفين؟ خاف من ايه؟ خافوا من الحكومه، خافوا من الرجاله نفسيهم، ده لو عطروا فيكوا هنفخوكوا. فخونا؟ Well, I think she means we're gonna be in trouble. ها؟ تروبل بليز تروبل بس. يس. نخاف من البوليس هيقبض علينا بتهمة ايه؟ طب لو كانوا مسكونا واحنا في الفيلا؟ يمسكوكوا بتهمة ايه؟ انتوا سرقتوا حاجة؟ لا لا. ايه انتوا رحتوا الفيلا غصب عنه ولا هو اللي اتحايل عليكم؟ عندك حق يا أبلة. أبلة؟ امال حضرتك اسمك ايه؟ وبعدين يعني احنا برضو قصل يعني. لا ما برضكش. بعدين انتوا لازم تخلوا بالكم، مش تروحوا تعملوا مصيبه وبعدين تقولنا عاوزيننا نحميكوا. واظن احنا بندفع كويس قوي. والفلوس بتقوي القلب يا بنات ولا ايه؟ ودايما هتلاقونا جنبكم وفي ظهركم وهنقول لكم قبل اي مشكله. من دلوقتي انتوا في اجازه شويه. اوكي؟ مرتباتكم ماشيه زي ما هي. باي. باي باي يا أبلة. ارباع روحك يا أبلة. باي يا عسل. وانت مركزه في ايه قوي كده؟ راجل يوسف يا سيدي مولع الفيسبوك بالفوتو سيشن الجديد. اراهنك على اخر اليوم الترند يبقى في جيبها. يا عادي الترندات يا انت كان المفروض يسموكي دنيا ترندات. لا ولسه استنى بس الريد كاربت يبتدي والمهرجان والحركات. انا عن نفسي مستنيه فستان نجلاء بدر. حبيبتي انا عايز انصحك نصيحه. احنا هنا بنيتنج بريد. بنيتنج بريد؟ اه. امال انا بعمل ايه؟ مش ده شغلي. هو كريم فين صح؟ استاذ كريم عنده تريننج في المهرجان النهارده. اه الواد فرحان فرح بالموضوع ده. طبعا مش سيناريست وعامل لي فيها فنان. سيناريست ايه؟ ده سيناريست على ما يفرق. بس هو طيب وبحبه اهو. والجلاديتور التاني وصل. هم ولا جلاديتور ولا بتاع مش ناقصك انت كمان. الصراحه ما كانش اي لازمه اللي انت عملته يا فارس. طلعت نفسك على المسرح. اللي حصل بقى يا جدعان اللي حصل. بس خد بالك عشان المره الجايه مش هيعدوها لك. ما بقتش هتفرق. المهم ايه اخر الاخبار؟ كله تمام. عمليه سفيان بعد ما كانت معقربه بقت حلوه حلاوه فستان شراب رضا. عرفت الموضوع ده. ياسر نصار اخبار العمليه ايه؟ ما عنديش معلومه الصراحه مش عارفه. شوف مورجان. ما تخليك انت بره العمليه دي يا فارس. اشمعنى؟ يعني كريم الايام دي مسيطر وانت عمال بتحك معاه. فخلي الدنيا تهدى كده بس وبعد كده اسال على الموضوع ده. هو سي كريم دلوقتي بقى مسيطر وبيتعمل له حساب ها؟ عموما هو يشوف شغله وانا اشوف شغلي ومحدش هيحتك بالتاني. رويا كلمتني قعدت مع الست. طب وايه؟ ايه اللي حصل؟ احكي. راجل النصاب ده مكابير كل طرقنا بالملي. يا نهار اسود. نهار اسود. طب ابعى بقى تقول الكلام ده لا للهانم ولا للبرنسيسة. انا عبيط يا باشا؟ انا لو قلت لهم هيلبسوها لنا احنا كأن احنا اللي مسربين الخطط. مش فاهم شافه في الخطط بالملي كده ازاي. انا قلت في وسطينا خاهد. تعالي. لا اجي تعالي فين؟ اجي فين انت توديني فين؟ بس عايزك. اسمع لما اقول لك انا هغرس كده هنا. لا مش هتغرزي ولا حاجه. تجيب لي ونش عشان هغرس. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ الله بيوتيفول تجنن. غمضي عينك بقى. لا غمض عيني انت تلعبني السخميه ولا ايه؟ سيبيني نفسك وغمضي عينك بس. اغمض عيني؟ ايوه اهو. ها ها ايه افتح؟ الله الله على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل. سلم سلم. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيك. حاجة تانية بقى. تيرارا. عجبا لغزال قتال عجبا. كم بالافكار و
بقلوب لاهبة. لا شكلك مش عاجبك الغزالة دي. لا الغزالة دي مش لد علي. طيب انزلوا بالغزالة التانية بقى. الله 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 الله. عنك بقى ورينا الشغل. اهو اهو. هي بالملي. آه. ايوه هي هي. آه. حركه بقى اللي هي دي. ايوه ايه ده انت وقعت ولا ايه؟ هات ايدك شريفه. نعم. ولي ومريم ايه؟ تتجوزيني؟ افكر يا نلهي.